تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق مراسل قناة الأهلي، يطمننا على أجواء بعثة الأهلي في فندق الإقامة قبل التحرك للملعب بمشيئة الله. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحيات لحضرتك كل مشاهدينا ومتابعي قناه النادي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي مباراه الاهلي وسان جورج الاثيوبي، مباراه العوده ضمن مباريات دور 32 لدوري ابطال افريقيا. مباراه قد تبدو في ظاهرها انها مباراه سهله، ولكنها مباراه غايه في الاهميه لانها هي الممر الوحيد لوصول النادي الاهلي باذن الله لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. لذلك استعد النادي الاهلي هذه المباراه بشكل اكثر من رائع، يمكن على طول عقب مباراه الذهاب اللي كانت يوم الاحد الماضي على استاد القاهره وانتهى بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. يمكن مستر مارسيل كولر على طول من يوم الاثنين كان في تدريب لجميع اللاعبين، المجموعه الاساسيه اللي شاركت فيه مباراه الذهاب يمكن كان تدريب استشفائي، والمجموعه الباقيه مطعمه ببعض اللاعبين قطاع الناشئين من مواليد 2003 2005 2006. كان حصل تراي ماتش او ماتش ودي على ارضيه ملعب تيتش بي الجزيره. يوم الثلاث كان اجازه لكل اعضاء الفريق، من يوم الاربع الفريق استأنف تدريباته مره اخرى. بالطبع كان في محاضرات مكثفه جدا بالفيديو للاعبين لدراسه مباراه الذهاب والاستفاده منها باذن الله في مباراه اليوم. كان تدريب قوي جدا يوم الاربعاء، يمكن الفريق اختتم استعداداته يوم الخميس بالامس على استاد مختار التتش بالجزيره. يمكن التدريب كان قوي جدا لجميع اللاعبين، شارك فيه الحمد لله معظم اللاعبين، يمكن بعض الغيابات اللي موجوده في صفوف الفريق، ولكن ان شاء الله اللاعبين الموجودين قادرين باذن الله على تعويض اي غيابات. عقب المباراه مباشره يمكن اتجه اللاعبين لفندق الاقامه هنا. يمكن الفريق تناول وجبه العشاء بالامس في الساعه 10 مساء، بعدها كان في بعض الاجتماعات ما بين اللاعبين وبعضهم البعض للحديث عن اهميه المباراه وعدم استهانه بالمنافس. يمكن الفريق كمان النهارده كابتن ايمن بدا يومه مبكرا جدا في فندق الاقامه، كان الفطار في تمام 11 صباحا، بعد كده على طول الفقره اللي اعتدنا عليها مع مستر مارسيل كولر والتدريب الخفيف في الفندق كان الساعه 12، من بعدها صلاه الجمعه هنا في فندق الاقامه، كان الغداء في تمام الثالثه عصرا، وحالا وانا مع حضرتك دلوقتي الرتوش الاخيره على المباراه وخطه المباراه في المحاضره الختاميه لمستر مارسيل كولر مع جميع اللاعبين في الغرفه المخصصه هنا للمحاضرات الفريق الاول. باذن الله كل التوفيق لمستر مارسيل كولر واللاعبين، يعني يحققوا كل المرجو من هذه المباراه وينفذوا ان شاء الله تعليمات الجهاز الفني. كمان بنتمنى التوفيق لطاقم تحكيم المباراه النهارده بالكامل من دوله مالي، ان شاء الله يقدموا مباراه كبيره النهارده ويدوا كل فريق حقه بقياده طبعا بوبي تراوري ومساعده الاول امادو بيلي والمساعد الثاني ادريس اكونيه والحكم الرابع ابراهيم اكونيه. كل التوفيق لطاقم التحكيم، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي والامنيات الطيبه بتحقيق فوز والوصول باذن الله لدور المجموعات، وباذن الله تحقيق كل طموحات جمهور النادي الاهلي للحفاظ على اللقب الافريقي العام الثاني على التوالي وتحقيق البطوله رقم 12 باذن الله رب العالمين. ليبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه ويبقى دائما رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق.